FM. الكلمة ليك. على سلامتكم ومرحبا بكم في المستر تيك في تصريح خاص لي في دي جي كلوب اللي اصدر مؤخرا على موقع تي اتش دي على الفيسبوك اللي يحكي ياسر على العالم نتاع السمارت فون التابلات الاخر ليزيفيرمون موجودين في تونس. اليوم نحكيوا على السيد الحبيب الدبابي كاتب الدوله المكلف بالاقتصاد الرقمي على العمل على مجموعه من المخططات اللي معناها تعكف الوزاره تو على العمل بها, وخاصه نحكيوا اليوم على قضيه الباي بال في تونس. دونك اليوم معنا صرح السيد الحبيب الدبابي انه المشكل الحالي تو يتمثل في انه التونسي ما نجمش يتلقى اموال خاصه بالغرض نتاع اي منتوج يتم بيعه, ودونك ديما ثم وساطه نتاع قريب او صديق معناها يعيش البرة, وهذه المشكله تو في تونس. وكان معناها ثم تجميد نتاع الخدمات نتاع باي بال في تونس, لانه الشركه الامريكيه كانت تحب تاخذ رساله نتاع طمانه من عند البنك المركزي بشكل معناها تولي انستالي في تونس. ولهنا نجم نحكيو على مبادره من عند البنك المركزي اللي رجعت الرساله تطمئن هذه منذ فترة, وتوا الوزارة تنتظر أنه يتم تفعيل الإجراءات اللازمة من جانب شركة باي بال. خاطر تونس أمورها واضحة إلى حد الآن, دونك المشكلة تاع باي بال معناها من الآخر في تونس راهو مستنيو في الشركة هي تكونفيرمي تونس مريقة أمورها. قالوا مش الناس الكل باش تنجم تنتفع من باي بال, مش الناس الكل تنجم تنتفع من باي بال. دونك وقت اللي تبدا الأمور كونفيرمي في تونس وقتها باش تلقاو أكثر ديتاي, باش تلقاو كيفاش لوتيليزاسيون تاع باي بال هذه, باسكو نحن في تونس مناش مستنسين برشا بالدفع الإلكتروني, هذا هو جديد بالنسبة للباي بال. نكملوا نحكيوا بيان سور هنا على باي بال, وتشمل زاد حتى الجوجل بلاي والبلاي ستور, دونك هنا ثم امور اخرى. ناخذوا في نفس الاطار ونحكيوا على شركه نيتلير اللي هي احد اكبر المؤسسات في تحويل الاموال في العالم, اللي اعلنت عبر مجموعه من الرسائل القصيره الخاصه تمريرها الى الحرفاء التونسيين توا على الموقع الالكتروني نتاعها, وخاصه نحكيوا اليوم على نيت بلس نيت بلس ماستر كارد اللي هي باش تكون توا موجوده البطاقه مسبقه الدفع, واللي باش تكون قابله للعمل معناها مش تكون بلوتو قابله للعمل بتاتا في تونس انطلاقا من نهار 25 نوفمبر. دونك اليوم نيتلير لا تستطيع انك تعمل تخدم بها في تونس للاسف. ما باش نفسكم شويه علاش هذا, واوضح العملاق الدفع الالكتروني انه اذا كانت عمليه السحب نتاع الديستريبيوتور نحكيو عليهم او الليداب الموزعات نتاع التذاكر تم ايقافها, فانه عمليه التحويل الاخرى للاموال نحو الحسابات البنكيه او الحسابات الاخرى لنيتلير باش تبقى صالحه للعمل والتنفيذ, لكن الكارت ما عادش باش تكون صالحه للعمل هنا. وتجدر الإشارة أنه برشا حرفاء موجودين معناها في العالم بما فيهم التوانسة اللي يستخدموا لي كونت دوما نيتلير لإتمام العمليات الدفع الإلكتروني أو سحب الأموال أو من المواقع الرهانات كما البلانات بلانات وين 365 وغيرها من اللي معناها لسيت الأخرين, واللي هو السبب اللي دفع الشركة أنها توقف الخدمة هذه في تونس. دونك هنا نجم نحكيوا عن أنه شركة نيتلير شافت معناها الليتيليزاسيون بتاع التوانسة في الكارت نتاعها فين, خذت القرار أنه ما عادش باش يمشي معناها نتلير في تونس, وما الحسابات هذه ما عادش باش تقعد جاريه لمده طويله, وميم حتى الكارد هذه النت بلس ماستر كارد انت في بالك يستعملوها لزوم دو فير لا مش باش يستعملوها لزوم دو بلانيت لزوم دو بلانيت. دونك هنا نجم نحكيو على انه الشركه اخذت خطوه جريئه بعد ما حطت الأشرع نتاعها في بلاد. نحكيو على اوبو الشركه الصينيه بالنسبه للسمارت فون, ونحكيو اليوم على حاليا على تليفون جديد من عند اوبو. دونك في الاطار هذايا بعد ما اطلقت الاف 1 وكيف كيف اطلقت السمارت فون اسمه نيو 7, اليوم نحكيو على تليفون جديد من عند اوبو اسمه اوبو اف 1 بلس اللي هو تليفون الجديد بالكاميرا نتاعو توصل حتى ل 16 ميجا بيكسل. دونك اليوم الاوبو اف 1 بلس اللي باش يكون موجود فيه دي كاركتريستيك حلوين برشا, مثلا نحكيو حتى على معناها سي بي يو نتاعو يعني نحكيو على البروسيسور نتاعو اللي باش يكون بيان سور من نوع ميديا تيك 6755, نحكيو على ريزولوشن فول اتش دي بالنسبه للتليفون هذا يعني 1920x1080, ونحكيو زاد حتى على الكاميرا اللي باش تكون 13 ميجا بكسل بال 2.2 بالنسبه لل معناها البريمتر بلوتو للقطر نتاعها, ونحكيو حتى على الكاميرا الاخرى اللي توصل حتى ل 16 ميجا بكسل. دونك نحكيو على دو كاميرا قويين بالنسبه للتليفون هذايا, اضافه الى الرام اللي بتكون من اقوى الرام موجودين في التليفونات 4 جيجا دو رام مع ستوكاج انترن يوصل حتى ل 64 جيجا, نجمو تزيدو الكارت ميكرو اس دي وكذا نجمو يوصل تليفونك يعني يهز ميموار نتاع 128 جيجا. بما يخص الاوتونومي الباتري راهي ما تتنحاش بالنسبه للتليفون هذايا, واللي توصل الاوتونومي نتاعها تقريبا 2850 ملي امبير. دونك نجمو نحكيو اليوم على التليفون هذايا نجم يتشارج في يوصل 75% شارج في نصف ساعه اكاهو, نحكيو على قوه تاع شارج
ديريكتومون بالنسبه للتليفون هذا. ابري نجم نحكيو حتى على الغوريلا جلاس 4، نحكيو حتى على الواي فاي، جي بي اس، يو اس بي، الاندرويد 5.1 اللي هو باش يكون موجود هنا، واللي تنجموا تلقاو التليفون هذا موجود على عند المشغر الاحمر ولا الاورانجي، الازرق مازال ما وصلوش لحد الان. دونك فوالا هذا الجديد بالنسبه للاوبو. ونحكي زادة على الجديد مرة هذه بالنسبة لسامسونج، باش ترجع بالعودة قوية برشا في الساحة الإلكترونية والتكنولوجية في العالم. اليوم نجمو نحكيو على الجالكسي اس 8 اللي باش يكون تليفون قوي برشا خاصة من ناحية الجرافيك. دونك حسب موقع اسمه دي انفستور الكوري الجنوبي، انه الجالكسي اس 8 هذا باش يكون فيه الإكران ايدج تو ايدج بالكاليتي اولاد المرة هذه، اللي تنجم تقريبا تاخذ 90% من المساحة يعني الفساد نتاع التليفون هذيك، البارتي القدامية البارتي فرونتال نتاع التليفون باش تقريبا تاخذ منها 90% ليكرون، باقي كل ما عشت مع يعني التسكي الحروف كل واش تنحى تلقاو ايكرون تقريبا. ثم حاجات صغيره باش تلقاوها بيتيتر ماهيش تابعه ليكرون، مي كمان نحكيو على التليفون 90% منه ايكرون. دونك نجمو نحكيو اليوم على حتى دي ميزاجور اخرين بالنسبه للتليفون هذايا اللي حكينا عليه نحن البارح. نجمو نرجعوا للمستر تيك نتاع البارح باش تاخذوا اكثر معنا معلومات على لي كاركتيرستيك نتاع التليفون هذايا. وقبل نكملوا نحكيوا بعد الاستضافه في برنامج 24/7 على قناه الحوار التونسي، صرح انور محمد انور معروف وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي انه مشروع تونس الرقميه 2020 هو برنامج كبير وطموح وممكن عنده اهميه كبيره في بلادنا في المرحله القادمه. الوزير افاد انه تونس الرقميه 2020 هو برنامج ثري وطموح برشا يهم التوانسه الكل مش يعني فئه معينه من التوانسه، واللي تم تقسيمه او اختزاله في ثلاثه نقاط عريضه. نحكيوا اليوم على الاتصال السريع والتدفق بالانترنت العاليه الجوده في تونس، نحكيوا على معنى تزويد جميع المدارس والمعاهد نتاع تونس الكل بالشبكات الانترنت، وتركيز نظام شامل للاداره التونسيه الرقميه دون اوراق، ما عادش باش نتعاملوا من الاوراق اذا كان معناه توجد المشروع هذايا. اضافه قال انه المهمه الاولى نتاع الوزاره باش تكون انطلاقا من سنه 2017، خاصه نحكيوا اليوم على تقريبا 6000 مدرسه ومعهد اللي باش يجهز بالتجهيزات نتاع الاعلاميه والتكنولوجيا. دونك نجم اليوم نحكيوا على مشروع تونس الذكيه ينجم يفيد برشا قطاعات في بلادنا. اللي فاتت المسر تاك بالنسبه لليوم نجم يعاود يتفرج فيها على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كاب اف ام والا www.capradio.in. ميرسي يا شويق. كاب اف ام الكلمه ليك.